المشاكل اللي بتواجه مريض السكر في المستقبل، ممكن يحصل له ضعف في النظر، وكمان ممكن يوصل لبلايندز. فنعالج قدم السكر ازاي او بيعرفها ازاي؟ فبيعرفها بيبقى الرجل بتورم، وساعات بيحصل لها فقاعات كده ممكن توصل لغرغرينا في القدم. المشاكل اللي بتصيب مريض السكر، الالتهابات في شبكية العين ممكن تؤدي إلى فقد البصر، والقدم السكري. القدم السكري بتغير لون الجلد بتاعت قدم المريض، وبتصير فيها انتفاخ في الجلد، وعلى الصاب صعب إن تعمل الجروح بتاعته، ضعف حجم القدم. بالنسبة لأمراض السكر، لو مرض السكر ما تمش التحكم فيه وعلاجه بطريقة سليمة، هيؤدي فيما بعد إلى مضاعفات. المضاعفات دي ممكن تؤدي إلى مشاكل خطيرة جدا. أهم هذه المضاعفات هو مرض تصلب الشرايين. اعتلال مستوى السكر في الدم لفترات طويلة يؤدي إلى استخدام الجسم للدهون بشكل مختل، فيؤدي إلى زيادة كميات من الدهون غير مستحبة في الدم، تؤدي إلى ترسبها في الأوعية الكبيرة التي تغذي القلب، أشهرها التي تغذي القلب نسميها الكوروناري أرتريز. الشرايين التاجية أو الكوروناري أرتريز دي يعني إذا ترسب فيها الدهون غير المستحبة الناتجة عن ارتفاع مستوى السكر لفترات طويلة في الدم، تؤدي إلى مرض تصلب الشرايين. إذا تصلبت الشرايين تبتدي تضيق شوية في شوية إلى أن يحصل لها كومبليت بلوك أو انغلاق انسداد تام، وهذا ما يسمى بالجلطة، ويبتدي أعضاء أو أجزاء من القلب تموت، وبنسميه دي أمراض القلب والشرايين التاجية، وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة جدا، قد تؤدي إلى الوفاة، أو قد تؤدي على أقل تقدير للذبحة الصدرية ومضاعفاتها. النوع الثاني من المضاعفات اللي بيحصل في الأعضاء التي يصل إليها أوعية دموية دقيقة. أشهر هذه الأعضاء هي العين، بيوصل لها شرايين دقيقة جدا، وكذلك الكلى بيوصل لها شرايين دقيقة جدا، وكذلك الأعصاب، وخاصة الأعصاب الطرفية بيوصل لها شرايين دقيقة جدا. نتيجة الأعضاء دي بيوصل لها كمية دم دقيقة وبسيطة، فنقص كمية السكر فيها يؤدي إلى ضعف هذه الشرايين وضعف هذه الأعضاء، فيبتدي المريض بعد 10-15 سنة يبتدي يظهر عنده أعراض ضعف الإبصار ومية البيضة ومضاعفات أخرى في العين. من المضاعفات التانية الأمراض الأعصاب الطرفية، يبتدي يحس إن هو بألم أعصاب. ألم أعصاب دي ممكن تيجي في الأطراف، ممكن تيجي في منطقة الظهر ومنطقة البطن، بنسميها اعتلال الأعصاب أو باللغة الطبية نيوروباثي، التهاب الأعصاب. التهاب الأعصاب ده برضو من ضمن الحاجات اللي بتؤرق المريض السكر جدا، نتيجة إهماله لتنظيم مستوى السكر في دمه. من ضمن الأعراض الخطيرة جدا في عدم تنظيم السكر هو اعتلال الكلى. الكلى معروفة بأن هي مسؤولة عن تنقية الجسم من السموم والمواد التي لا يجب التخلص منها في الجسم. في حالة اعتلال الكلى نتيجة عدم تنظيم السكر، تبدأ الكلى في الموت التدريجي أو الخلل أو الدمار التدريجي لخلايا الكلى، مما يضعف فيها وظائف الكلى، وبالتالي لا تستطيع أن تقوم بوظيفتها، فيبتدي المريض يعاني من ما يسمى بالفشل الكلوي التدريجي، الذي إن بدأ يستمر في الزيادة حتى يصل إلى الفشل الكلوي التام. بالنسبة للقدم، بالنسبة لمرض السكر محتاجة عناية خاصة، لأن هي من ضمن الأطراف اللي ممكن المريض يهمل في الهيجين بتاعها أو في النظافة الشخصية بتاعتها، نتيجة طريقة الحياة بتاعتنا، اللايف ستايل بتاعنا. بنلبس شراب الصبح، بنقعد بيه طول النهار، ممكن نمسح عليه حتى لو احنا بنتوضى. مع الإهمال ممكن يؤدي إلى بعض المضاعفات بالنسبة للقدم أكتر من أي طرف آخر، نتيجة إن هي الهيجين بتاعها أو النظافة بتاعة الرجلين بتبقى أقل من أي طرف آخر بتتعرض للغسيل. سبب مضاعفات اللي بتحصل في القدم السكري أو في القدم نتيجة السكر، إن هي وصل لها أطراف دقيقة جدا، الأطراف دي فيها سكر قليل أو السكر عالي في الدم، بس أنسجة الأطراف مش قادرة تستفيد منها، وكذلك الأعصاب، يبتدي يحصل ضمور في الأطراف بتاعة الجسم وخاصة القدم.
فيبتدي البيشنت ده او المريض ده يحس بفقدان الاحساس في رجله. يبقى من اول الاعراض ان انا ابتدي احس بتنميل، وبعدين ممكن المريض يحس بفقد الاحساس للصدمات وفقد الاحساس ل اي يعني اي شوكه او اي حاجه ما يحسش بيها. ده نتيجه تلف الاعصاب الطرفيه في القدم. بيؤدي لكده ان بعض الكدمات اللي بتخبطها البسيطه جدا اللي هي لا تمثل مشكله لاي عيان تبتدي تمثل لمريض السكر مشكله اكتر من اي شخص عادي. والسبب في كده ان الراجل بتاع السكر بتكون المناعه بتاعته ضعيفه، وده برضو من مضاعفات السكر ضعف المناعه، لان الجهاز المناعي بيحتاج سكر، ولو الجسم ما تحكمش في السكر بتاعه يبقى المناعه مش هتبقى كويسه، فيبتدي الجهاز المناعي ما يقدرش يقوم بنفس الكفاءه. فاي اورجانيزم او اي بنسميها طفيليات ممكن تخش الجسم بسهوله نتيجه ضعف الجهاز المناعي. اكتر طرف بيتعرض للكدمات والجلد بتاعه يحصل له اختراق هو القدم، نتيجه عدم او قله التعامل معاها بالغسيل او ما شابه. وزي ما قلت ان هو بيحصل تنميل في الرجل، بيحصل بعد كده فقد الاحساس في الرجل، بعد كده بيحس ببروده في الاطراف في الرجل طبعا في القدم، بعد كده بيبتدي يحصل بعض الالتهابات البسيطه غير المرئيه اللي بعد كده بنفاجئ بالتهاب انتشر في اجزاء من الرجل يبتدي ينتشر لو ما المريض ده ما انتبهش، ويكون خطوره القدم السكري ان هو لو في الشخص العادي الالتهاب ده بيسبب الم ليه، في الراجل ده لا الالم بتاعه بيبقى اقل بكتير من الراجل العادي، فبالتالي ما بينتبهش ليه، وبالتالي بيفاجئ ان هو وصل لمرحله الريفرسبل او غير العوده اللي هي بعض الاصابات بعض الاورجانيزم العنقوديه او السبحيه بتسبب انواع من الجانجرين او الغرغرينه بتنتشر، وبيبقى علاجها الوحيد هو بتر اجزاء من القدم لا يمكن التخلص عليها بالمضادات الحيويه، ويؤدي في النهايه الى بتر القدم او بتر جزء من القدم.